هاي. العيون من أهم أعضاء الجسم، النظر هو جزء كبير ومهم من الحياة اليومية وبيطلب عبل نص الدماغ تقريباً. العيون بيصحوا بسرعة، وبالعناية الصحيحة أي خدش بالقرنية ممكن يروح بـ 48 ساعة. الأطفال حديثي الولادة بيبكوا من دون دموع لحد ما يصير عمرهم بين 4 و 13 أسبوع. حوالي 39 مليون شخص حول العالم عميان، بينما هالرقم مضروب بستة هو عدد الأشخاص يلي عنده مشاكل بالنظر. مين قال إنه الأشخاص يلي عيونهم زرق عندهم قدرة أكبر على تحمل مفعول الكحول؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.